حياتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا قومي كثبت وقوموا والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد مرحبا احبائي مرحبا عمو يزيد راه فرحان بزاف لكم معايا اليوم شحال راكم شابين تعالي تعالي بنتي تروحي تعالي 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 الشطره روحي شحال نحب الهدايا انتم تحبوا الهدايا ثاني اسمك شطره رفيده رفيده وين تسكني رفيده ولايه مديه بني سليمان مدينه بني سليمان الجميله الجميله واش عندك في يدك بنتي بوكي تاع ورد لمن عمو يزيد وعلاش جيبي الورد لعمو يزيد؟ هدية علاش جيبي له هدية؟ باش نحبه ربي يحفظك شكرا بنتي شكرا شوفوا شوفوا الباقة باقة جميلة 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 شكرا بنتي ربي يحفظك وسلامي للأهل كذلك الوالد والوالدة ربي يحفظهم لك إن شاء الله أروحي أروحي العروسة أروحي وشحال شابة العروسة هذه اروحي هنا اروحي اروحي دوري هكذا الكاميرا قول لهم اسمك 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 تعرفي اسمك شحال في عمرك قولي لي بيدك شحال من عام سبع سنوات ايه سبعة زعما عندها سبعة باش كيتشا سبع سنوات ايه واسمك ثاني اسيل اسيل أنفال ها؟ أنفال إيه؟ أنفال وين تسكني أنفال؟ وين تسكني؟ في داركم؟ في الفطار؟ مع من جيتي؟ مع ماما ولا بابا؟ بابا وماما في زوجة معك؟ يحبوك؟ وانتي تحبيها؟ شحال شابة اقعدي بنتي اقعدي 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 بنتي تعالي بنتي تعالي أروحي الشابة أروحي 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 أي تعالي أروحي شحال راهي الشابة روحي بنتي شحال شابه ديري بيجو 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 شحال شابه دوري الكاميرا هكذا وقولي لهم واسمك أميمة واسمها أميمة اسمك شحال شباب شحال في عمرك أميمة شحال ثلاثة ايام ثلاث سمانات ولا ثلاث شهور ثلاث سنوات وين تسكني؟ وين تسكن؟ في بني سليمان تاني الله الله يبارك الله يبارك برافو برافو الشابة برافو برافو الشاطرة أحبائي عمو يزيد يحبكم بزاف أنتم خواتات خواتات أنتم أروحوا أروحوا تعالوا 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 أروحوا أروحوا وحدة منا وحدة منا أي أروحي من أنت يا هكا هكا دوري 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 برافو واسمك الشابة؟ سيرين ها؟ سيرين وأنتي؟ لاتي واسمك؟ لاتي اسمك شحال شباب شحال في عمرك؟ عدي عندك وأنتي؟ عدي شحال في عمرك؟ أربع سنين أنتي تاني أربعة أربع سنين الله يبارك ديروا بيجو بيجو عمو يزيد أنت تاني ديري بيجو برافو روحوا تلعبوا هيك ليليكو برافو برافو عمو يزيد يحبكم كامل كامل أحبائي وكذلك أصدقائنا اللي يشوفوا فينا ورامي سقسيو كيفاش يقدروا يحضروا في الحصة تاع عمو يزيد كما أصدقائنا اللي رام هنا أنا نقول لهم ما عليهم إلا يتوجهوا لموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقة إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذن أحبائي إذا حبيتوا تشاركوا في الحصة عليكم بشوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حاب يستضيفكم كامل 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 أحبائي وإحنا في هذا الشهر الفضيل شهر التوبة والغفران شهر رمضان المعظم أحبائي نقول للأمة الإسلامية والجزائريين كامل والأمة الإسلامية كامل والعالم كامل نقول لهم
رمضان كريم، كل عام وانتم بخير أحبائي. في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم جدا، يوم 6 أفريل كاين اليوم العالمي لدور الرياضة في تطوير السلام. أحبائي الرياضة مهمة في تطوير السلام، تقرب بين الشعوب. يا أخي أحبائي الرياضة عندها دور كبير، لذا لازم نمارس الرياضة ويكون عندنا روح رياضية. يا أخي لازم كي نديروا الرياضة يكون عندنا روح رياضية ونحبوا الناس. كاين يوم عالمي مهم جدا كذلك، يوم 7 أفريل هو اليوم العالمي للصحة. تعرفوا الصحة، صحة على الإنسان، احنا أعز ما نملك أحبائي الصحة. الإنسان لازم يكون دائما بصحة جيدة، لازم شي مرض، لذا داروا اليوم العالمي للصحة باش الإنسان يعرف نعمة الصحة عليه. إذن دائما نحمد ربي كي نكونوا صحاح أحبائي. ويوم الجمعة 7 أفريل لأنه أول جمعة من شهر أفريل، كل أول جمعة من شهر أفريل هو اليوم العربي لليتيم أحبائي. أما اليتيمة فلا تقهر أحبائي، صدق الله العظيم. أحبائي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أحبائي كافل اليتيم، أما اليتيمة فلا تقهر. شكون اللي جاو من عموشة؟ شكون اللي جاو من سطيف اليوم؟ شكون جاو من سطيف؟ جيتوا مع الجمعية؟ شكون اللي عارف الجمعية واسمها؟ تعرف الجمعية ما اسمها؟ تعال تعال أروح وليدي، تعال 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 وليدي. واسمك الشاطر؟ حمزة. محمد. محمد وين تسكن محمد؟ في سطيف. في سطيف؟ في واتشعير. واتشعير؟ في وريسيا. واسمها؟ أوريسيا. أوريسيا مدينة في سطيف هذه. نعم. مع من جيتوا مع جمعية واسمها؟ جمعية اليتيم. سند اليتيم. هكذا؟ سند اليتيم. شفت عمو يزيد يعرفها، سند اليتيم. برافو برافو برافو. إذن في هاد الفترة هذه جمعية سند اليتيم أنا نقول لهم برافو، يعطيكم الصحة على العمل الجبار لكم ديروا فيه. كاين جمعيات كثيرة في الجزائر، منهم أشهر جمعية هي كافل اليتيم، اللي نحييهم كذلك على العمل اللي قوموا به. إذا في هذا اليوم العربي لليتيم، أول جمعة من شهر أفريل منذ سنة 2006، الدول العربية اتفقوا على أنه يكون أول جمعة من شهر أفريل يكون هو اليوم العربي لليتيم. احنا بهذه المناسبة بدنا لكم واحد الأغنية مهمة جدا جدا تتغنى باليتيم، هذه كمفاجأة وكهدية من عمو يزيد. إذن اليوم نرحبوا بالأطفال اللي جاونا مع جمعية سند اليتيم بسطيف، من سطيف، ونقول لهم مرحبا بكم، راكم في داركم. وانا نقول لليتيم في الجزائر ما فيهاش اليتيم، لأننا كامل احنا أولياء اليتيم، احنا أولياء اليتيم، ما لازمش نحسوا اليتيم كامل بغياب الأم أو الأب. أحبائي يا أخي تحبوا الألغاز؟ قبل ما نروحوا للألغاز نستقبلوا الرسائل. أحبائي الأطفال يرسلونا عبر موقع الانترنت عمويازيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. وشكون يجيب لنا رسائل؟ ساعي البريد. إذا استقبلوا معايا جليلو ساعي البريد. تحية تحية. مرحبا مرحبا جليلو، واش راك وليدي؟ لاباس. جليلو اصغر ساعي بريد متطوع مع عمو يزيد. جليلو جبنا البريد؟ بريد الاطفال. كاين البريد بزاف؟ نعم كاين اليوم. برافو. اذا جليلو ضع البريد في علبه البريد باش عمو يزيد يقراه اليوم لكامل الاطفال. احبائي مع السلامه عمو يزيد. مع السلامه اطفال. مع السلامه. مع السلامه. شكرا شكرا وليدي شكرا. اذا احبائي رسلوا عمو يزيد عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات باش عمو يزيد يقرا البريد تاعكم هنا. واش رايكم؟ تحبوا الالغاز؟ نعم. اليوم جبت لكم واحد السؤال، لغز اليوم يقول لغز تاع اليوم شحال صعيب شحال صعيب شحال صعيب. هو سهل. كنا في الحصص الماضية في شهر رمضان المعظم كنا تكلمنا على أول غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم، كانت غزوة بدر. يا أخي أحبائي أين انتصر المسلمون؟ اليوم سؤال اليوم، ما هي آخر غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم التي جاهد فيها بنفسه؟
ما هي آخر غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن أحبائي فكروا لغاية نهاية الحصة، أنتم أصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن هذا السؤال هذا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن أحبائي بما أننا في شهر رمضان المعظم جرت العادة على أننا نفتتح الحصة تاعنا أو خلال الحصة تاعنا نستمع لآيات بينات من الذكر الحكيم. إذن تفضل وليدي إبراهيم. تفضل 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 إبراهيم. إذن تفضل وليدي إبراهيم. تفضل تفضل تفضل. إذن إبراهيم وليدي أتلو علينا آيات بينات من الذكر الحكيم في هذه المناسبة السعيدة اللي هي شهر رمضان المعظم، شهر التوبة والغفران، وإن كل الأمة الإسلامية تحتفل بهذا الشهر، شهر نزول القرآن. تفضل وليدي أتلو علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. شكرا 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 وليدي إبراهيم. شكرا شكرا شكرا. أما السائل فلا تنهر وأما اليتيم فلا تقهر. أحبائي صدق الله العظيم. يا أخي أحبائي قهر اليتيم من الكبائر. أبركم أحبائي عقوق الوالدين وبعد قهر اليتيم. يا أخي إذن اليتامى خوتنا، اليتامى أصدقائنا، اليتامى نحبوهم، اليتامى نعيش معهم كما احنا كما هما. احبائي لازم كاع ما يحسوش بهذاك الفراغ. بما اننا في هذه الفتره هذه ستينية استقلال الجزائر منذ 1962 2022 60 سنه من الاستقلال. اذا المجد والخلود لشهدائنا الابرار وعاشت الجزائر حره مستقله. بهذه المناسبه واش رايكم نروحوا مع بنتي ماريا نكتشفوا شخصيه عميروش ايت حموده. يلا تفضلي ماريا بنتي تفضلي تفضلي. مرحبا أصدقائي. مرحبا. عميروش آيت حمودة ولد عام 1927 ميلادي بجرجرة. ينحدر من عائلة فقيرة وعاش طفولة ومراهقة صعبة مما أدى به إلى الالتحاق بالمبادرات القومية. عام 1950 ميلادي انضم إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية حيث ساهم في العديد من الهجومات مما أدى إلى إيقافه من طرف الشرطة الفرنسية التي أرغمته على الرحيل من الجزائر العاصمة. فقرر الذهاب إلى فرنسا عام 1954. واصل اتصاله ونشاطه مع الحركة القومية وفي نهاية السنة عاد إلى الوطن واعتبر من الأوائل الذين استجابوا إلى نداء أول نوفمبر 1954. عين قائدا لمنطقة القبائل الولاية الثالثة. في 30 أوت 1956 عين مسؤولا عن حماية مؤتمر الصومام. وفي سنة 1959 قرر السفر إلى تونس مع السي الحواس من أجل التخطيط والاتفاق مع بقية الثوار. لكن في طريقهم تعرض إلى هجوم قوي 28 مارس 1959 أين تحولت المعركة إلى مجزرة واغتيل الشهيد عميروش آية حمودة وإلى جانبه السي الحواس رحمهم الله. برافو 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 ماريا بنتي برافو 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 برافو.
رحم الله الشهيد عمير الشهيد حمودة، توفي مع السيد حواس كذلك، ربي يرحمهم. أحبائي تضحيات كبيرة، الجزائر بلد المليون ونص شهيد أحبائي. إذن على الأقل أدنى شيء نقدر نديره هو الترحم على شهدائنا الأبرار وصون الأمانة. أحبائي خلونا بلاد مستقلة، لازم نصونها، لازم نعملوا البناء والتشييد أحبائي يا أخي. إذن برافو برافو بنتي ماريا، برافو. أحبائي بما أننا في هذه الفترة، اليوم العربي لليتيم اللي هو أول جمعة من شهر أفريل، واش رأيكم عمو يزيد دلكم أغنية يتغنى فيها باليتيم؟ تغنوا معايا؟ يلا نغنوا مع بعض اليتيم. ما بك حيران حيران، لا تلعب مثل الصبيان. عمو عمو حزن همه، ألم وأنين الحرمان. ما بك حيران حيران، ما لها تبكيك الأحزان. أمي بك مهموم مهموم، على وجهك حزن مرسوم. هاه العطلة تمضي تمضي، وغدا للمدرسة أقوم. ما بك مهموم مهموم، أحزان حولك وهموم. تقلق من ذا ينساك، والخالق ربي يرعاك. واشكر ربي واشكر ربي، ولتعلم فالكل معاك. ما بك لا تغدو للبيت، فدروسك ها قد أنهيت. لك عم أو خال عن أحوالك قد سألوا. عم مهما كانوا، فأب الحب والمال. لا تقلق من لا ينساك، والخالق ربي يرعاك. واشكر ربي واشكر ربي، ولتعلم فالكل معاك. ما بك مسرور فرحان، يعني لا توجد أحزان. عندي لعب عندي حلوى، ولباس يزهو الألوان. ما بك مسرور فرحان، يعني لا توجد أحزان. إني فرح كل حولي، وسألعب مثل الصبيان. الحمد والشكر للناس كثير، من أعطوني وأحبوني في الدنيا كبيرا وصغير. برافو برافو، فلتعلم فالكل معاك أحبائي. يا أخي أحبائي، لا يوجد يتيم، احنا أولياء كل اليتامى أحبائي. عمو بيمبو جبنا الشهادة هذه، كان نشوف كاين واحد الشهادة لهيك راهي محطوطة، شوف أصدقائنا اللي جابوها. شحال نحب الشهادات، نحب الهدايا، نحب كلش. انتوما تاني تحبوهم؟ لا. إذا نقراها لكم أنا. يسر جمعية سند اليتيم لبلدية الأوريسيا ولاية سطيف أن تقدم هذه الشهادة الشرفية إلى حصة عمو يزيد، تقديرا لها لما تبذله من مجهودات وما تقدمه من خدمات من أجل الأطفال والطفولة، وكذا على الالتفاتة الطيبة التي قامت بها تجاه الجمعية بفتح المجال لتحقيق حلم الأطفال اليتامى للمشاركة في حصتكم الراقية. إذن
ختم الجمعية رئيس الجمعية خمليش إسماعيل. والله هذه أقول لكم حاجة، هذا شرف عظيم عظيم عظيم. أنا اللي تشرفت باستضافتكم أحبائي، وحبيتكم تجول عندي، وعمو يزيد دائما 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 فرحان باستقبالكم. إذا خبيوها لنا في الدار هذه. تحية تحية لجمعية سند اليتيم، برافو. تحبوا ألعاب الخفة؟ نروحوا درك نكتشفوا ألعاب الخفة مع عمو مراد. إذا تحية لعمو مراد، تفضل تفضل تفضل. تحية تحية لعمو مراد، تحية. دركا نروحوا نكتشفوا معلومة في فقرة هل تعلم؟ إذا تحية لبنتي مرام، تفضلي بنتي عرفينا بهذه المعلومة الجميلة هذه، تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن قوس قزح يتكون من 7 ألوان؟ برافو 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 برافو. إذن أحبائي، قوس قزح يتكون من 7 ألوان. تحبوا الحكايات؟ شحال نحب الحكايات أنا. راح نحكي لكم حكاية الثعلب والنمر، يلا معايا نحكيها لكم. إذن أحبائي، كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية النمر والثعلب. واحد النهار كان واحد المزارع عنده جديان، عنده ماعز، عنده ماعز بزاف، ولكن احتاج دراهم، احتاج النقود. راح بحهم، راح يبيعهم للجزار. ادى هذوك الماعز كامل جديهم للجزار، هما عرفوا بلي راح للجزار، راح يذبحهم.
واحد الزوج تاع جديان يعني جدي ومعزة هربوا من القطيع، هربوا تخبوا في الغابة ما شافهمش الراعي هذاك، وراح داهم للجزار هما تخبوا في الغابة، سابوا جذع الشجرة هكذا فيه الجذع هذاك في حفرة تخبوا فيها لداخل، تخبوا داخل وقعدوا ساكنين تما، سكنوا أيامات أسابيع أشهر هما ساكنين في هذاك الجذع تاع الشجرة في هذيك الحفرة هذيك، يخرجوا في النهار عادوا يدخلوا في الليل. واحد النهار النمر جا فايت من تما، النمر شم الريحة تاعهم، جا داخل هكذا عند الباب شفتوا المعزة هذيك راحت عند زوجها الجدي هذاك، قالت له بالك بالك النمر راهو جاي سوف يلتهمون هذوك ياكلنا كامل. قال يا ربي سني كيفاش ندير كيفاش ندير كيفاش ندير، جاتو فكرة بقى يهضر هكذا بصوت هكذا، شغل يهضر هكذا النمر كان جاي هو يهضر، قال له ما بك أنت دائما أنت جائعا، لماذا أنت جائع هكذا؟ قالوا التهمت بقرتين في الغذاء والتهمت اثنان من الضباع في العشاء وأنت جائع هكذا. النمر واش عن بالو؟ عن بالو وحش هذا، عن بالو وحش كبير ياكل زوج بقرات في بقرات في الفطور، خاف خاف قد يسمع هكذا، قال هذا وحش هذا دوك يلتهمني. أهرب النمر قاعد يمشي 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 تلقى معه الثعلب، قال له روح أقول لك روح أقول لك، قالوا في هذيك الحفرة في الجذع الشجرة كاين واحد الوحش، قال له لا لا، قال له تما كاين زوج من الماعز، قال له راك متأكد؟ قال له متأكد كاين زوج، قالوا مالا روح وريهم لي. جاو جايين في زوج النمر مع الثعلب يمشوا هكذا يمشوا، قريب كي جاو لحقين المعزة قالت للجدي قالت له بالك النمر راهو راجع النمر راهو راجع دوك التهمنا، يا ربي يا ربي كيفاش ندير كيفاش ندير. بعد قال لها عندي فكرة، كي قربوا بقى يتكلم هكذا، قال لها ذلك الثعلب لما أتى إلى هنا ووعدني أنه سيأتي بنمر لألتهمه، سما شغل قال بلي هذاك الثعلب راح يحوس على النمر باش يجيبوا له الوحش. النمر شاف الثعلب قال له ها، قال له خون ثاني، قال له لا لا لا، قال له خون ثاني خون ثاني خون ثاني، وقعدوا يضربوا هكذا. بعد راحوا وسلكوا هذيك المعزة والجدي، شوفوا كيفاش سلكوا من هذاك المأزق الكبير هذاك. عمو يزيد عمو يزيد، الحكمة من هذه القصة هي أنه الذكاء ينقذ صاحبه. برافو 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 برافو. إذا أحبائي الذكاء مهم ينقذ صاحبه من المأزق يا أحبائي يا أخي أحبائي، يلا معايا. إذا أحبائي الذكاء ينقذ صاحبه. درك الحقنا الفقرة اضحك معنا. فقرة اضحك معنا هي الفقرة وين جو تحكوا لي النكت تاعكم، شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي. تعالي شطرة اروحي بنتي اقعدي اقعدي بنتي. واسمك الشابة؟ رهف. رهف وين تسكني رهف؟ باتنا. في باتنا الجميلة، كي تروحي تسلمي عليهم كامل في باتنا. يلا احكي لي النكتة تاعك بنتي. كاين سرقة يدخل يسرق دار، راح دخل سرق كلش، إجا يخرج لقى واحد طفل قال له اسرق محفظتي ولا وكراسي ولا نفوق بيك. باش ما يزيدش يقرا. برافو برافو. هايلة 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 هايلة. تعال وليدي أروح أروح وليدي أقعد. واسمك الشاطر؟ طه. طه وين تسكن طه؟ في الصيف. في الصيف العالي، الله يبارك. احكي لي نكتة تاعك وليدي. كان واحد الطفل يسوق في الطوموبيل، ما لاجا هذاك الطفل نحلو الطوموبيل، ما لاجا الراجل قالوا له تنحلو في الطوموبيل تاعو، ما لا قالوا هكذاك كان الطوموبيل وسرقها لي. سرق له الطوموبيل. برافو برافو برافو. تعالي بنتي اروحي. تعالي الشطرة اقعدي بنتي. واسمك الشابة؟ مزغيقة ماريا. ماريا اسمك طويل. ماريا وين تسكني ماريا؟ في توتا سيدي محمد. سيدي محمد سيدي محمد في بير توتا هكذا. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. واش عندك في يدك بنتي؟ هدية لك.
شكرا بنتي، شكرا. وردة جميلة. وهذه رسالة؟ خلاص قريها لنا انت. يا عيد مولدي شريف عمو يزيد، أتمنى أن تكون سعيدا دائما، وحصصك أجمل حصص من أجمل الحصص التي حقا أشاهدها. شرف كبير لي أن أحضر حصتك، أتمنى من الله أن تكون سعيدا، أحبك كثيرا. برافو برافو بنتي، ربي يحفظك، ربي يحفظك، الله يخليك. بدي وش تحب تقولي لي مقبلة؟ بنت كنت أريد أن أعطيك الرسالة فقط. فقط؟ ما عندكش نكتة جميلة؟ لدي نكتة. أحكيها لنا بنتي. في يوم من الأيام صديق عزم صديقه في الليل، وعندما كان الصديق ذاهبا، أحكي لي بنتي أحكي. عندما كان الصديق ذاهبا كانت الدنيا تمطر، فقال صديقه: لا تقلق، سوف تنام عند الليل حتى يذهب المطر. وذهب ليصنع له القهوة. وعندما عاد وجده مبلولا، قاله: ما بك مبلولا؟ قال له: ذهبت إلى منزلي وأحضرت غطائي، ألم تقل لي بأنني سوف أنام معك؟ برافو برافو، شاطرة بنتي شاطرة، برافو برافو برافو. إذن أحبائي شكرا على هدوكة الجميلة. الحقنا دركا لفقرة رسائلكم. فقرات رسائلكم من عمو يزيد، يقرا الرسائل اللي بعتوهم لنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com، بالضغط على الزرار اراء وملاحظات. تعالي تعالي، روحي روحي روحي، انا ما نعرفش كيفاش يديروا هذه، بصح كيف يديروا تعرفي انت؟ هي ديريها لها يا اخي. برافو برافو، اروحي. اذا عمو بيمبو، جبنا رسائل اصدقائنا الاطفال اللي بعتوهم لنا عبر موقع الانترنت، وجابهم لنا ساعي البريد جليلو. شكرا شكرا عمو بيمبو، شكرا شكرا شكرا. تحية عمو بيمبو. الرسالة الأولى: بشرور رحاب 6 سنوات، مدينة سنجاس ولاية تشلف، قالت لك: عمل جيد، الله يوفقك، ربي يحفظك رحاب بنتي مشلف الجميلة. شكرا بنتي شكرا. اوه اعطيني رساله، اعطيني تحت لي. شكرا بنتي شكرا، ربي يحفظك، شكرا الله يخليك. اذا خلودي خالد بشير 12 سنه من السودان، من الخرطوم بالضبط، يعني مدينه الخرطوم في السودان. السلام عليكم قناه عمو يزيد، انا خالد بشير من السودان، اسلم عليكم وعلى كل العاملين معك، واشكرك على عملك هذه القناة، وأتمنى من كل قلبي لكم التوفيق. برافو 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 خالد بشير خلودي، شكرا وليدي. تحية تحية لأصدقائنا في السودان وكامل العالم العربي والعالم كاع اللي يشوفوا فينا، مرحبا بهم، هذه قناتهم. جميات آدم 12 سنة، مدينة غرفالة ولاية المسيلة، مرحبا يا عمو يزيد، أنا من أشد المعجبين بك، وأتمنى أن تزورنا مرة أخرى بعد طول الغياب، فأنا أتمنى من كل قلبي لقائك يا عمو يزيد، مع تحياتي الخالصة. كنت زرتهم في ولاية مسيلة، كان حفل من أروع ما يكون. إذن وليدي راح نعاود نزوركم إن شاء الله. الرسالة الموالية، أروحي منها قعدي عند عمو يزيد. أوه الشاطرة. بوزيان علي 45 سنة، مدينة تيارة الجميلة، قالك: نرجو منكم برمجات جولة وطنية لجميع ولايات الوطن، نظرا لحب الأطفال لعمو يزيد وتشوقهم لرؤيته، وكذلك النجاح الباهر لقناة عمو يزيد تيفي، تمنياتنا بالتوفيق والمزيد من النجاحات. إذن بوزيان علي من تيارة 45 سنة، ربي يحفظك، هذا النجاح بفضلكم أنتوما، هذا النجاح بفضل مساندتكم، هذا النجاح بفضل حب الأطفال كذلك. قبيلي مريم 23 سنة، مدينة برقي في الجزائر العاصمة، قلت لكم: شكرا عمو يزيد على كل ما تقدمه إلينا، وأتمنى أن أزوركم يوما، أحب كثيرا عمو يزيد، وأتمنى لكم المزيد من التقدم والتطور. إذن بنتي مريم ربي يحفظك، وهذا شرف لنا أنكم تساندونا هكذا، لأنه قناة عمو يزيد تيفي هي قناة نابعة من القلب، دارها
عمو يزيد مع الفريق تاعو باش الطفل العربي والطفل الجزائري يكون عنده ملجأ، يكون عنده مرجع كذلك. تحبوا القناة، قناة عمو يزيد تي في، عجبتكم؟ إذن هذه قناة نابعة من القلب. أحبائي لحقنا دركا للجواب عن اللغز. السؤال قال: ما هي آخر غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ كنا قلنا في الأعداد الماضية بلي أول غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم كانت غزوة بدر أين انتصر المسلمون، ولكن ما هي آخر غزوة التي شارك فيها الرسول بذاته يعني وجاهد فيها؟ شكون عنده الجواب؟ تعالي بنتي أروحي الشابة بين الشطرة بين، تعالي أروحي بنتي. واسمك بنتي؟ إنصاف. إنصاف، الله يبارك. وين تسكني إنصاف؟ الشراقة. في الشراقة. شحال في عمرك بنتي؟ 12 سنة. 12 سنة تقراي مليح؟ الله يبارك. ما هي هذه الغزوة؟ غزوة أحد. لا ماشي غزوة أحد، غزوة أحد هي ثاني غزوة، ولكن آخر غزوة. تعالي بنتي أروحي الشطرة، أروحي بنتي تعالي. واسمك الشطرة؟ دعاء. دعاء، وين تسكني دعاء؟ ولاية البويرة. في البويرة. أي مدينة؟ في المدينة، مدينة البويرة بالذات؟ نعم. الله يبارك، كي تروحي تسلمي عليهم كامل؟ لا؟ إن شاء الله. ما هي هذه الغزوة؟ غزوة تبوك. غزوة تبوك أحبائي، كانت آخر غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم، كانت في السنة 9 للهجرة أحبائي. اقعدي معي، اقعدي، أعطيني الهدية تاع الشطرة هذه. شكرا شكرا شكرا. إذا بنتي عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة. تحبي البازل؟ إذن هذا بازل عمو يزيد، متواجد كذلك في كل المكتبات أحبائي، تقدروا تقتنيوه، هذه على شطارتك. وكذلك لأول مرة مجلة عمو يزيد المتواجدة كذلك في كل المكتبات أحبائي، باش تستفادي بها إن شاء الله. تفضلي بنتي. شكرا. العفو العفو بنتي، العفو 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 بنتي. إذن أحبائي في كل حلقة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا هنا. اليوم عندنا عيد ميلاد صفاء، إذا تعالي بنتي احنا نغنوا لك عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع صفاء. يلا جيبوا لنا الكاتو تاع صفاء وغنوا كامل معايا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي جميع سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي جميع سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نسهى نمرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له وصحابه ويبركوا له، وجمل هدايا يهدوا له هيا نصفق ونغني له، وجمل هدايا يهدوا له هيا نصفق ونغني له.
برافو. اذا بنتي عمو يزيد يشعل لك الشمعه واصدقائنا يديروا معايا العد التنازلي. يلا 10 9 7 5 4 3 2 1 طفي لنا الشمعه. طفي 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 زيدي. برافو برافو بنتي برافو. اذا اعطيني الشهاده تاعها. اذا صفاء بنتي عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم أحبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة كما هذه باسمه يحتفظ بها كذكرى لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. أحبائي وبما أنك رسلتينا باش تحتفلي بعيد ميلادك في حصة مع عمو يزيد، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي قناة عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة. هي عبارة عن ساعة ذكية. تحبي سوايع؟ كيف فرحانة؟ إذا رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الساعة الذكية إن شاء الله تستفادي بها بنتي. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير. سنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت أحبائي. سنونا نهار 3 على 6 تاع العشية. سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. برافو. أتاكم من جديد أحلى عمو يزيد، أتاكم من جديد أحلى عمو يزيد. جاء هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا. طوبي كثكث وكوكو والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد، تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. الغازو والشاطر يعطينا الحل. أنا ماريا من برتوتة، أشكر حصة عمو يزيد لأنها مليئة بالمعلومات ومسلية، فنكتها مضحكة جدا وفقراتها أحسن من فقرة، وقصصه التي تعلمنا والعبرة منها رائعة جدا. شكرا على قناة عمو يزيد. أنا آدم، أشكر عمو يزيد جمعية سند اليتيم. اسمي دعاء بوكابوس من ولاية بويراء، أشكر عمو يزيد على هذه الإحصاء وأحبه كثير وشكرا على الهدية. اسمي صفاء هبول، نشكر عمو يزيد على هذه الهدية ونشكر قناة عمو يزيد. اسمي إيناس، أتيت من عاصمة الجزائرية لابيروس، وأشكر معلمتي وعائلتي وميمة وقناة عمو يزيد. أنا طه من ولاية طيف، فرحان بزاف مع عمو يزيد. أشكر عمو يزيد من الجزائر.